والآن إلى شباك هاشتاغ من تونس الذي نرصد فيه بصحبة مراسلنا علي القاسمي تفاعل التونسيين مع أبرز مواضيع الساعة على مواقع التواصل. أهلا بك علي معنا. يعني البداية مع قضية إيداع نبيل القروي السجن، أثارت هذه القضية يعني تفاعلا واسعا بين التونسيين، كيف كانت ردود الفعل؟ بالفعل رانيا، يبدو أن قضية اعتقال نبيل القروي كانت محور الحديث طيلة اليومين الماضيين في تونس، سواء في الشارع أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأهمية الرجل وخاصة في الساحة السياسية، باعتبار أن حزب قلب تونس يعتبر الكتلة الثانية أو الثالثة في البرلمان بعد النهضة والكتلة الديمقراطية، وأيضا نتيجة أنه يمثل الحزام السياسي مع حركة النهضة وائتلاف الكرامة وعدد من الكتل الأخرى، الحزام السياسي لهشام المشيشي، وباعتبار أيضا أنه كان أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الماضية، واعتقاله اعتبر أو اعتبره كثير من التونسيين أنه بداية تحرر القضاء وبداية أن القضاء بدأ يمس المسؤولين الكبار والمؤثرين في الدولة، وهو ما كان في القريب، وحتى بعض حتى الآن بعض هناك من يشكك في هذا الأمر، واعتبر أن الأمر هو مجرد توظيف سياسي للقضاء لتصفية حسابات من بين الخصوم. أميرة الفخفاخ قالت بأن تونس غدا ستكون أفضل بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس. مبروك خضير أيضا قالت بأن عجلة القضاء في تونس يبدو أنها تدور في اتجاه العدالة من جديد. يحيا العدل، تحيا الحياة، وتحيا الثورة. نسرين قطاطة أعادت ربما قراءة أخرى سياسية للخطوة التي قام بها القضاء التونسي، واعتبرت أنها محاولة من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يقف متوجسا على مقربة من العاصفة، ولسان حاله يقول علي وعلى أعدائي ثوان قبل أن تغرق سفينته، بعد خرقها من ركابها يقرر إلقائهم في البحر قبل أن يغرق الجميع ويلحق به العار. المهم حتى لو كانت محاولة لكسب تأييد شعبي وتخلصنا من خطر يلفه من كل جانب من الرفقاء قبل الأعداء، لا يسعني إلا مباركة خطوات التقصي والمحاسبة، وأرجو أن تعمم وتنفذ بالكامل وعلى مختلف المستويات ملفات الفساد بالأطنان، ولا خوف من الهرب. المحامي هادي الحمدوني قال بأن إيقاف نبيل القروي بعد استنطاقه بالقطب القضائي المالي يبدو أنهم سيمضون نهاية رأس العام واحتفالات الكريسماس في سجن المرنقية، وهو سجن بالعاصمة تونس. أمال الورتتاني وهي نائبة عن قلب تونس ومنتمية لكتلة قلب تونس في البرلمان قالت تسجنوه، تنفوه، تعدمونه، لن نتخلى عنه وسنواصل كما بدأنا، مش جديد علينا، ولن نتنازل من كتلة قلب تونس، نحن لا نباع ولا نشترى. صديقي العزيز، نعرفك صنديد، بمعنى أنك قوي وجيد، وإليك في سجنك، ويبتلي ربك عباده من يحب، وراك نساء ورجال، بمعنى أن كتلة قلب تونس لن تتخلى عن رئيسها نبيل القروي. شيماء بوهلال قالت بأن خبر إيقاف نبيل القروي بتهمة تبييض الأموال، نعم بريء إلى أن تثبت إدانته، جعلني أبحث عن أثار تبييض الأموال على الاقتصاد والمقدرة الشرائية والفقر والزوال الفقير، ووقفته والمواضيع الحقيقية التي تهم المواطنين. توجيه تهمة كهاته لمرشح سابق لرئيس رئاسة الجمهورية ورئيس ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان إدانة في نهاية المطاف، سواء للقروي أو حتى للقضاء. نعم رانيا، هذا الموضوع الأول الذي أثار ربما اهتمام التونسيين خلال اليومين الماضيين، وهنالك أيضا حقيقة اتهامات متبادلة وتناقض في المواقف. هناك من يرى أن هذا الأمر هو خطوة سياسية وتوظيف سياسي للقضاء، وهناك من اعتبرها خطوة في اتجاه ربما تجديد مسار القضاء في اتجاه محاربة الفساد ومحاكمة كبار المسؤولين. نعم، موضوع آخر أيضا شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وهو ملابس بعض الحضور خلال افتتاح واختتام مهرجان أيام قرطاج السينمائية. علي، دائما هذا المهرجان وخصوصا ملابس الحضور دائما ما يلفت انتباه يعني وتثير تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا رصدت لنا؟
بالفعل يعني هو في السنوات الأخيرة وخاصة مع انخراط عدد من الممثلين وظروف وضيوف الشرف الذين يأتون ويشاركون في حفلات الافتتاح والاختتام، خاصة في تظاهرات هذه التظاهرات الثقافية في تونس الكبيرة التي تحاول أن تظهر بمستوى الذي تظهر به التظاهرات العالمية. طبعا هنالك ما يعرف في تونس بالتقليعات، يعني كل مرة يظهر ضيف أو ممثل أو صاحب يعني عمل ثقافي يظهر بشكل غريب للفت الأنظار، وربما الاحتفال وطريقته الاحتفال في تلك المناسبة وفي ذلك الظهور. هذا الأمر يعني يعود بالصدى مباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالإشادة أو بالتنمر، وفي الحقيقة في الأغلب المواضيع هنالك من الجميع يتنمر حول هذه التقليعات باعتبارها ربما من يراها غريبة، من يراها يعني ضد الذوق العام وتمس من الذوق العام ولا تحترم ربما العادات والذوق التونسي في مثل هذه المناسبات التي يتم حضورها. نادر حطاب قال هذه نشر صورة لأحد الحاضرين وقال أيام قرطاج السينمائية في هذه السنة لن أعلق والله يرحمنا. مصطفى لونيفي هذه عينة من احتفال أيام من حفل افتتاح أيام قرطاج السينمائية، لكم الحكم، هذه الثقافة التي يصرف عليها الشعب في دم قلبه، بمعنى هنا يلوم حسب باعتبار أن هذه أن هنالك العديد من الأعمال الثقافية وخاصة التظاهرات مدعومة من وزارة الثقافة ومدعومة من دافع الضرائب التونسي، اعتبر أن هذا ما يظهر هو يسيء للمواطن التونسي ولدفع الضرائب التونسي. سمير الوافي الإعلامي المعروف في تونس يعبر التوانسة قال أن التوانسة يعبرون عن تطرفهم دون أن يشعروا في كل افتتاح لأيام قرطاج، حيث تنطلق التعليقات العدوانية والدروس والمواعظ ويتكاثر الأوصياء على الذوق العام كأنه ذوقي وذوقك فقط، أما كل جنون وكل تعبير مخالف وكل تمرد فهو نشاز. السينما ضد كل تلك القيود الجامدة، السينما جنون وبهجة وفرح واحتفال وترفيه وخروج عن المألوف وحرية، السينما عرس الحياة، لذلك يعبر افتتاح أيام قرطاج السينمائية مثل أكبر المهرجانات عن كل ذلك، عن كل الألوان والحريات والتعبيرات، هي مساحة حرة خارج تلك القيود وليست الشارع الذي تريدون، فدعوا الخالق الخلق للخالق وتحملوا مباهج هذا العرس السنوي الذي يدوم ساعة في العام ويقاطع جمودكم ويثير جنونكم. بمعنى أن هذا بمعنى أن يريد أن يقول هو يمثل الطرف الآخر بأن من حق الذوق ليس يعني شيء مسطر أو شيء قالب جاهز للجميع، ولكن هو لكل شخص رؤيته وذوقه الخاص، وبالتالي يجب احترام أذواق الآخرين واحترام طريقة الحضور أو الضيوف في البروز والظهور في هذه المناسبات الثقافية. نعم، شكرا لك علي.